ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنتكلم على البقع البنية والتصبغات في البشرة. الأول كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وسلامة، أنتم وأولادكم كل أحبتكم يا رب. البقع البنية، بقع شمس أو جينات أو التصبغات اللي بتبقى موجودة في البشرة أو من العمر بسبب الإيدج، كل ده بيحصل. إزاي نعالجها ونشيلها؟ اللهم صلي على محمد. بالحاجات الخارجية اللي هي بتساعد، زي ما قلنا برضو هي بتساعد مع اللي كله من الداخل. الحاجات المتاحة، أول حاجة من الحاجات الحلوة قوي اللي بتساعد وفي نفس الوقت ما عندهاش أثار سلبية كتيرة قوي وظهرت من كام سنة وعملت ضجة، ودي اللي هتخلينا بترجعكم 20 سنة لورا في الصحة والشباب، وشكلكم هتبقوا يانج وحلوين، الهايلورونيك أسيد مع فيتامين سي. لما عملوا الاكتشاف ده يعني قلبوا الدنيا. بس هو الكلام ده صحيح؟ يعني إلى حد كبير صحيح، يعني كل الناس اللي استعملته لقت فرق في بشرتها، بس الفرق ده ما بيتنش معانا طول العمر. يعني أنا خلاص بشرتي اتحسنت وبقت حلوة لما استعملت علبة أو علبتين من الهايلورونيك أسيد، بعدين بعد فترة هرجع تاني، فلازم أرجع أستعمل تاني. فما فيش حاجة سحرية هتخلي بشرتي بتلمع وجميلة وحتني كده على طول. That's why وكله كل حاجة للبشرة عاوزة متابعة على طول، متابعة واهتمام always always، وبالذات من الأكل اللي احنا بناكله، من صحتنا وعلاج الأمراض، الغدة، الكبد، كل الحاجات دي هي اللي بتوصلنا في الآخر بشرتنا شكلها ايه. لأن البشرة هي الجزء الخارجي للإنسان، يعني الداخل اللي عندنا في ايه في الداخل بيبان على البشرة. الهايلورونيك أسيد هو موجود في الجسم كله تقريبا، في كل أنسجة الجسم وفي المفاصل في البشرة، ومن الحاجات الكتيرة اللي بتساعد البشرة بتاعتنا تلوك يانج، يعني شكلنا صغير. مع العمر بيبطل جسمي بينتجه، طبعا سبحان الله مع العمر بيقل إنتاجه كتير، زي الكولاجين نفس القصة بالظبط. بس الكولاجين اللي زي ما قلنا الكريمات بتاعته امتصاصها صعب قوي، لكن الهايلورونيك اسيد لا، الى حد ما ممكن البشره تستفيد منه حلو قوي، ودينا نتيجه حلوه سبيشال لما بيتحط معاه فيتامين سي. مثلا انا جبت لكم نوع، هو دايما لازم بيجي في علبه كده كرتونه والدنيا ظلمه جوه كده، وحافظوا عليه قوي لان فيتامين سي كتير بيتاثر بالضوء. يعني ما ينفعش اجيب علبه فيها هايلورونيك اسيد سيرم مع فيتامين سي واحطه كده بره في بيتي في الشمس تشوفه او الضوء، خلاص خرب. فده نوع مثلا من الانواع، خلينا اقول ايه اللي موجود فيه المكونات اللي فيه، والنتيجه بتاعته كويسه الى حد كبير قوي. يعني الكومنتس اللي اتعملت عليه انه فاد الناس، يعني اتس جود. فيتامين اي، روز هيب اويل اللي قلنا عليه قبل كده مفيد قوي، من الزيوت المفيده، هو نوع من انواع الزهور الروز هيب. فيتامين سي، بعد كده هايلورونيك اسيد. اوكي، لو جبتوا اللهم صلي على محمد، في حاجه في الهيالورونيك اسيد، لو انا عايشه في بلد المناخ عندي جاف، يعني مفيش مسطحات مائيه في المدينه اللي انا فيها والمناخ جاف كتير، ما بيجيبش نتيجه خالص. يعني حتى الناس اللي في نفس امريكا استعملوه في ولايات هي جافه ما فيهاش حواليها ميه، قالوا ما جابش معاهم نتيجه، بالعكس خلوا بشرتهم مور دراي، يعني جافه اكتر. فالناس اللي عايشه في اماكن فيها الرطوبه عاليه يحمدوا ربنا، الرطوبه دي من الحاجات الكويسه قوي للبشره، وكمان هيقدروا يستعملوا الهيالورونيك اسيد فيري جود، وهجيب نتيجه حلوه معاهم. طبعا على حسب، يعني لو هي جافه جدا المدينه غير لما يكون الرطوبه قليله غير لما يكون فيها رطوبه عاليه قوي. فكل ما كانت الرطوبه عاليه قوي هيدينا نتيجه احسن، قليله شويه بيمشي الحال. يعني هو معنى كده انه في الصيف اكتر بيشتغل مش في الشتاء، فهو ده صيفي. خدوا بالكم في فرق بين كل المنتج اللي هقوله بعد كده هيكون في الشتاء. فالهايلورونيك اسيد ممكن استعمله في الصيف، ولو في اماكن فيها رطوبه، لو انا رايحه في مصيف مثلا، لو انا عايشه في مدينه ساحليه بيرفكت، وبيجيب نتيجه حلوه قوي. لما بستعمله يعني اتس جود ان انا لما هستعمله هحطه بالليل، هحط معظم الحاجات دي بستعملها بالليل. النتائج بتاعته بقى مثلا بعد اسبوعين ثلاثه بشوف ايه، بشوف ان البشره بتاعتي بتبقى مور نقيه، البقع اولموست اختفت او اللون بتاعها ما بقاش باين قوي، ما بقتش مور دارك، يعني مش واضحه قوي.
هلاقي كمان الفاين لاينز، الخطوط التجاعيد الخفيفة دي بدأت تروح من عندي. كل الحاجات دي بسبب الهايلورونيك أسيد. طب لو هو مش غالي قوي، هو دلوقتي يعني طبعا أول ما طلع والدنيا اتقلبت عليه والمنتج الفظيع ودوت سر البشرة كانت أسعاره غالية جدا، بعد كام سنة بدأت الأسعار تبقى معقولة قوي وكذا شركة بقت بتعمله. فدلوقتي الأسعار بتاعته ممكن ب$16 $16 بتجيبه منتج حلو قوي، الريت بتاعه عالي قوي. أنا هحط لكم كل المنتجات الكويسة اللي واخدة ريت حلو قوي وكمان ناس كتير اشترتها، كومنتس بتاعتهم كويسة قوي عليها. فهحط لكم كل المنتجات دي، هحطها لكم تحت في الكومنتس أو الكومنتس. فاللهم صل على محمد. فده الهايلورونيك اسيد من الحاجات الكويسه قوي، بلس انه الحلو فيه انه ما عندوش سايد افكت. يا اونلي مشكله ان ما عندوش يعني مش هلاقي اعراض جانبيه، مش هلاقي بشرتي بعد كده اتدمرت وبقت ضعيفه والبقع بتبان فيها اكتر، لانه خفيف، مش حاجه قويه بتدخل للبشره دي بعمق. اللهم صل على محمد. لا المشكله بتاعته قلنا ان انا لو عايشه في بلد او في مدينه جافه قوي ما فيهاش رطوبه، الرطوبه بتاعتها ما فيهاش رطوبه فيها، مش هلاقي نتيجه ذات ماتش، وممكن يعني يديني نتيجه عكسيه، ممكن بشرتي تجف قوي، لان هو ميزه اللي فيه انه بيمتص الرطوبه، بيمتص الميه ابتو 1000 مره قد الوزن اللي انا حاطاه. يعني لو انا حاطه نقطه 1000 مره ممكن يمتص ميه من الجو اللي حواليها، عشان كده بيخلي البشره اولويز رطبه ويو لوك يونج فيها. ده الهايلورونيك اسيد مع فيتامين سي. اوكي، الحاجه الثانيه اللي هي ممكن تعمل لي تشيل لي البقع من وشي والتصبغات من وشي، الريتينول. الريتينول اللي هو فيتامين ايه، هو في كذا صوره لفيتامين ايه منها ريتينول، في نوع تاني قوي قوي بس دوت بيتاخد المفروض في امريكا بيتاخد بالبريسكريبشن، لازم الدكتور يكتبه، يعني دوت بيعمل ديب، ممكن يشيل لي الطبقه الخارجيه من البشره عشان يطلع لي طبقه جديده، ولازم لما احطه واستعمله يكون تحت اشراف طبيب احسن ويفضل. ده لا، الريتينول هو خفيف وموجود على في كل حته، ممكن نلاقيه في على الشيلفز في اي فارماسي في اي مكان. دوت بيعمل لي بيشيل الطبقه الخارجيه دي بيشيلها، بس طبعا جنتل، فيري جنتل، زي اكسفوليشن جنتل كده على البشره، وبيشيل لي معاه البقع. بيجي معظم الوقت لوحده، ما بيتحطش معاه فيتامين سي ولا اي حاجه تانية، بس سام تايم بيضيفوا لي حاجات تانية. اوكي، لو انا استعملته ده لازم استعمله في فصل الشتاء، عشان لما استعمله ما اخرجش في الشمس. لو خرجت في الشمس وفي الاجواء الحاره طبعا لازم احط سان بلوك، يعني حاجه واقي شمسي، بس الافضل في الشتاء ويكون في الايام اللي ما فيهاش شمس جامده، وبرده احط سان بلوك عشان البشره بتاعتي لما كانه شال لي جزء منها، الجزء الخارجي ده هيبدا يتشال، هتبقى معرضه ان انا اي شمس هتعمل لي بقع جامده هتدمر لي بشرتي، لكن المناعه القويه للبشره بتاخدها من الجزء الطبقه الخارجيه مش موجوده لحد ما تتكون عندي طبقه نيو وحلوه وبرايت وما فيش عندي بقع فيها. فالريتينول حلو، ولكن لما تعملوه بحرص ان انا ما اطلعش في الشمس اثناء ان انا بستعمله لحد ما يطلع لي بقى، يبان عندي الطبقه الجديده اللي بتكون مور يونج ومور حلوه. ده بالنسبه للريتينول. الاقوى منه طبعا اللي هو ريتين اي زي ما قلنا، ده يعني لازم تحت اشراف طبيب وتكون يعني اتعمل بيرفكتلي بالطريقه الصح بالظبط عشان خاطر ما اخربش بشرتي، لان بعد كده ممكن لما الشمس هتاثر فيا هتعمل لي بقع حقيقيه، يعني مور سترونج وهتبان قوي. فخلينا في السيف سايد، انا دايما احب استعمل الحاجات اللي في السيف سايد. اوكي، لو انا بقى مش قادره اشتري كل الحاجات دي وغاليه وما عنديش اقدر اجيبها اونلاين، ايه اللي ممكن اعمله عشان اشيل البقع من بشرتي؟ من الحاجات الحلوه قوي اللي بتشيل البقع من البشره وتحفه واميزنج، النشا. النشا مع حليب، اجيب معلقه نشا مع حليب واعمل منه زي ليكويد نص نص كده، ممكن احط عليه نقطتين من اي سيترس، اسمه سيترس اسينشال اويل، اللي هي البرتقال، اللهم صل على محمد، الليمون، هم بيعملوا منه اسينشال اويل، الزيوت العطريه بيكون مركز قوي، 1 دروب بالظبط كده، هو بيكون بالنقط، يعني بحط 1 دروب، ودول كمان ما يتعرضوش للشمس لانهم ما بيخربوا، 1 دروب بحطها على النشا اور
او من زيت اللبان من الزيوت العطريه، وان دروب مع النشا مع الحليب، وحطوا يومين على بشرتي هتشوفوا الفرق. شهر هتلاقوا بشرتكم بتلمع وتحفه من غير ريتينول ومن غير هايلورونيك اسيد وفيتامين سي. لو انا استعملت النشا وعملته شهر، انا ما عنديش برضو ما عنديش الاسنشال اويلز، ما عنديش الزيوت العطريه، ممكن استعمل ايه؟ ممكن اجيب بشر البرتقال، قشر البرتقال اللي بره، الجزء اللي هو الزيست اللي بيتقال عليه زيست، اللي هو بيكون كده ريحته قويه قوي وحلو من غير الابيض. نفس الكلام مع الليمون، ليمون او لايم، اي حاجه، الليمون الاصفر او الاخضر، اخد الجزء الخارجي خالص ده واخد البشر ده بتاعه واحطه مع النشا مع الحليب شوية منه، وبأشيله في مكان ضلمة أو أحطه في التلاجة واستعمله يوميا every single day، هتشوفوا النتيجة رائعة وتحفة. وقولولي حاجة كمان حلوة قوي مش كتير بيعرفوها، من الحاجات اللي بتشلي كل البقع، حتى اللي عندهم أثار حروق كمان بتشيلها و very inexpensive وبتلاقوها في كل بيت، التفاح. التفاح لما شويه كده يبقى ادم، يعني عندي كانه هيبقى على بني بس ما بصي، اهم حاجه ما فيهوش لا عفن ولا اي حاجه، باخد منه سلايس كده شريحه وبمسح بيها وشي يوميا، بعدين بحط التفاحه في التلاجة وبقطع سلايس ثانيه وبمسح منها كل يوم، وهي كمان ساقعه بتديني نتيجه حلوه قوي. التلج من الحاجات اللي بتشد البشره وبتخليها حلوه قوي. الماسك اللي احنا قلنا عليه هنحطه في كيوب التلج، ماسك الكركديه او اللي مع شويه روز هيب اويل، عصير الرمان مع شويه فيتامين سي، اي ده بحطه في كيوبز وبعمله تلج وبمسح بيه بشرتي، من الحاجات اللي هتخلي بشرتنا بيرفكت. كل الحاجات دي لو احنا عملنا اي واحده منهم تكفينا، بلس الميه كتير، ميه مع ليمون اشرب، الله في ميه، رياضه، اتعرض للشمس بس مش والبشره، البشره للشمس لا، الوجه لا ما يتعرضش للشمس. اللهم صل على سيدنا محمد وقلل طبعا او امنع السكر والنشويات اللي هي من الدقيق الابيض. لو عملنا الحاجات دي بس هنبقى تحفه، كل حاجه هتبقى بتلمع ان شاء الله. يا رب تكونوا استفدتم الفيديو ده، وشكرا، واشوفكم فيديو تاني، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله.